طبعا دعم على قوي ذكر جدا. طبعا جارديولا، تعالى نتكلم، شفت المباراه ازاي؟ كان في مباراه ما بين الخطوط اكيد ما بين جارديولا ويورجن كلوب على المستوى الفني على مستوى التغييرات، لكن عامه شفت ازاي مباراه القمه على مستوى العالم دلوقتي؟ ده ممكن نقول كلاسيكو العالم يعني. رقم واحد طبعا احنا شفنا وجبه كرويه مختلفه تماما تخليك تشبع بشكل انت تكون فيه غير قادر على ان انت تستقبل كوره تاني، يعني صحيح. بيبقى من الصعب جدا او مش عايز الماتش يخلص كمان بعد الحاله سرعه الريتم والايقاع اللي انت شفته في مانشستر سيتي وليفربول 90 دقيقه، زي ما انت حضرتك قلت مش عايز الماتش لو قعد 3 ايام مش هزهق منه، فبتبقى صعب ان انت تتفرج على ماتش تاني ايا كان. يعني حتى لو رحت تتفرج على الليجا، اتفرجت على ريال مدريد على برشلونه، هتبقى مش قادر تستوعب. فانت شفت وجبه كرويه مختلفه تماما على مستوى التكتيك، اتنين مدربين بيلعبوا بجيم الكوره اللي انت بتحبها كمان. يعني انا هتناقش معاك برضو في الموضوع ده لان بحب اللي بيتناقش برضو تكتيكيا شويه. جارديولا اعتقد عمل شوط اول اكتر من رائع، رجع يعني رد عليه يورجن كلوب. يورجن كلوب، لكن تعالى انا وانت نشوف نتائج الجوله السابعه من البريمير ليج، لان في اعتقادي كان فيها برضو بعض المفاجات. يعني برضو لا يخلي البريمير ليج كل اسبوع لازم يكون في مفاجاه. يعني نشوف مع حضراتكم نتائج الجوله السابعه من البريمير ليج. كريستال بالاس التعادل 1-1 مع برايتون، مانشستر يونايتد التعادل 1-1 مع ايفرتون، تشيلسي والفوز 3-1 على ساوثهامبتون، ليز يونايتد بيفوز على واتفورد 1-0، بيرنلي يتعادل مع نوريتش سيتي بدون اهداف، وورثهامبتون بيفوز على نيوكاسل 2-1. وبرايتون طبعا انت بتتكلم عليه اعتقد الحصان الاسود لهذه مش الجوله لكن للنسخه من البريمير ليج، بيتعادل 0-0 مع الارسنال، توتنهام بيفوز 2-1 بصعوبه على استون فيلا، كانت مباراه رائعه جدا على المستوى الفني. ويست هام يونايتد بيخسر من برينتفورد اللي بتكلم عليه ده الوافد القوي جدا من الشامبيونشيب، بيفوز عليه 2-1. صحيح برينتفورد بالنسبه لك مفاجاه؟ بالنسبه لك هل كنت متوقع انه يكون بهذا الاداء واول جوله بالنسبه له بيلاعب ارسنال بيفوز على الارسنال؟ صحيح. مفاجاه بالنسبه لك؟ هو لما تيجي تتكلم عن لو انت متابع بشكل جيد للكره الانجليزيه، عارف ان في تشامبيونشيب فرقه اسمها برينتفورد بقالها 3 مواسم بتقدم كره قدم استثنائيه لا طريق بدرجه دنيا او درجه ثانيه، فريق بيلعب كوره بريمير ليج بشكل حقيقي، الناس في انجلترا طوال الوقت بيتكلم عن الشكل. فبرينتفورد قدم قبل صعوده للبريمير ليج كره قدم عظيمه جدا، يستطيع من خلالها انه ينافس على بطولات او يتواجد بشكل قوي في دوريات ثانيه، فكان من الواضح ان المشروع ده جاي وجاي بقوه كبيره جدا. لكن فكره زي ما انت قلت حضرتك يبتدي موسمه بالانتصار على ارسنال، ارسنال من الاسماء الكبيره وكان من المفترض ان تكون انطلاقته اقوى من انطلاقه هذا الموسم اللي تم تدارجها بعد كده. صحيح. فكانت مفاجاه كبيره ليه. ايضا مباراته وتعادله امام ليفربول بشكل قوي جدا، قادر تسجل 3 مرات واضاعت رقم 3 اهداف ايضا او اكتر، فكنت قوي امام خصوم اقوياء جدا جدا. حتى فوزه على ويست هام من افضل الانديه. صحيح. على المستوى التعاقدات هذا الصيف ضم عناصر مهمه جدا، في تطور في شكل الفريق، نتائجه رائعه جدا. على المستوى العناصر الفرديه انطونيو بينافس على هداف الدوري بالرحمه، بيقدم موسم عظيم جدا وانطلاقه عظيم جدا. فعلى كل المستويات ويست هام بيقدم موسم عظيم، فانك تكسب ويست هام في ملعب ويست هام من اصعب الملاعب اللي بتروحها، ايضا مانشستر سيتي غالبا طوال الوقت بيعاني هناك، ليفربول بيعاني في ملعب ويست هام لان مساحته مختلفه شويه، ودايما ويست هام بيبقى فريق قوي جدا على ملعبه، فكونه قدر انه يحقق هذا الانتصار فاعتقد انه بيسير بشكل مفاجئ للاغلبيه. انا معاك وطبعا مفاجئ للناس يعني الاغلبيه اللي مش متابعاه في الشامبيونشيب. وكمان هم بيتكلموا على مدير فني قوي جدا، مدير فني بيشبهوه بيورجن كلوب. ده حقيقي. لكن تعالى كمان نشوف ترتيب يمكن البريمير ليج، ترتيب جدول طبعا البريمير ليج بعد الجوله السابعه، لان كمان من خلال الترتيب هتعرف قد ايه قيمه البريمير ليج وقد ايه ان المنافسات في البريمير ليج منافسات مش سهله ابدا. طبعا تشيلسي في المركز الاول، وخلي بالكم من عدد النقاط يا جماعه وانا بتكلم، لان العدد نقاط قريب جدا من المركز الاول لغايه المركز ال11 تقريبا او المركز العاشر. تشيلسي في المركز الاول 16 نقطه، ليفربول في المركز الثاني 15، مان سيتي 14، مانشستر يونايتد 14، ايفرتون 14، برايتون 14، برينتفورد طبعا مفاجاه ان هو يتواجد بعد 7 جولات في المركز السابع ب 12 نقطه، يعني لا يفرقوا عن القمه غير 4 نقاط. مهم جدا توتنهام في المركز الثامن ب 12 نقطه،
ويست هام يونايتد في المركز التاسع 11 نقطة، أستون فيلا في المركز العاشر 10 نقاط، أرسنال في المركز 11 10 نقاط، وولفرهامبتون في المركز 12 9 نقاط، ليستر سيتي 13 ب 8 نقاط، كريستال بالاس 14 ب 7 نقاط، واتفورد في المركز 15 ب 7 نقاط، ليدز يونايتد في المركز 16 ب 6 نقاط. ويبقى طبعا يعني في المؤخره بتكلم على ساوثهامبتون، بيرنلي، نيوكاسل، ونورتش سيتي 4 نقاط 3 نقاط 3 نقاط ونقطه وحيده لنورتش سيتي. عايز اكلمك على 7 جولات والفارق ما بين الاول طبعا تشيلسي، وبنتكلم على المركز السابع او الثامن، مش اكتر من 3 نقاط. انت شايف ده من قوه البريمير ليج؟ طبعا ده بيعكس، يعني ممكن يعكس جانب ايجابي او سلبي، لكن في البريمير ليج هو بيعكس جانب ايجابي ان في تقارب في المستويات، يعني الانديه الكلاس A قريبه من الكلاس B، بخلاف يعني بخلاف الليجا لما تبص عليها هتلاقي في مسافات قريبه، لكن ما بين الثلاثه يعني لكن ده لان الانديه القمه متراجعه، لكن حاليا في البريمير ليج الانديه اللي هي كان من المفترض تبقى تحت شويه، لا عامله بدايه قويه جدا، زي ما قلنا برايتون، قلنا ويست هام، قلنا ايفرتون، حتى في استمراريه لايفرتون رغم ان في نواقص مهمه جدا، افتقاده الكالفرت لوين في التوقيت ده بدري قوي، كان بادي بدايه مثاليه باربع اهداف في اربع مباريات متتاليه، فكان بادي بشكل قوي، فلا الانديه الانجليزيه بشكل عام مستعده بشكل قوي. التقارب في النقاط بيعكس قوه ما بيعكس ضعف. ما فيش حد قدر يحقق العلامه الكامله. اقل فريق خسر نقاط تشيلسي 5 نقاط، وبعديه ليفربول ومانشستر يونايتد، ربما ده يمثل رقم كبير، ان مانشستر سيتي يخسر الرقم ده في بدايه الدوري بالنسبه لبيب جوارديولا وارقامه القياسيه، ربما يكون رقم كبير في اول 7 جولات ان انت تقع 3 مرات، سواء بالتعادل مرتين او هزيمه، فده ربما رقم كبير، لكن مش لان سيتي وحش، لا، لان الانديه البريمير ليج في استعداد جيد من المنافسين، استعداد قوي، وكمان المنافسين يعني المباشرين اقوياء بشكل قوي جدا.